ورجعنا تاني بعد الفاصل، والفقرة دي هنتكلم ازاي اكون صحي واستخدم التغذية بتاعتي صح في الصيام. كل سنة وانتم طيبين عشان رمضان كريم ان شاء الله عليكم كلكم. فترة الصيام دي لازم نكون جاهزين ليها، بمعنى ان الجسم ما ينفعش ان هو يتصدم اول يوم بمنع قهوة واكلات ومشروبات كتير جدا جدا. فاحنا اول حاجه كده لازم نظبط الاول قبل ما ندخل في الصيام بثلاث اربع ايام. اللي بيشرب قهوه اول ما بيصحى من النوم زي حالاتي كده، اول يوم نبدا من النهارده ياخر القهوه بتاعته ساعتين بعد ما بيصحى، بكره ياخر القهوه بتاعته ساعتين كمان اربع ساعات، ويبتدي بالتدريج ياخر القهوه بحيث انه مش اول يوم يتصدم. الجسم بيفضل من يومين لثلاث ايام وساعات اربع ايام علشان يتعود على الصيام، وان يتقطع عنه الميه والسكريات والدهون اللي كنا متعودين احنا نشربها، وبالذات الكافيين والناس اللي بتدخن. الشهر ده فرصه للناس ان هي تبطل كافيين الاوفر وكمان التدخين. كمان ان التدخين بيقلل في المناعه بتاعتنا. انا كل شغلي دلوقتي ماسكاه عن المناعه وازاي اعلي المناعه بتاعتكم، قاعده لكم هنا في البرنامج عشان اعلي في المناعه بتاعتكم بس. طيب دلوقتي انا اقدر ازاي اعلي سرعه الحرق بتاعتي؟ نستغل الساعه اللي قبل الفطار، ده طبعا غير نستغلها في الدعاء والصلاه، نستغلها كمان في ان احنا نتحرك فيها شويه اكتر، نعمل فيها رياضة أكتر، بس ما نشيلش طبعا حديد ولا نهلك نفسنا عشان ما نتعبش قوي. بعد الفطار ممكن نعمل رياضة المقاومة. المقاومة إن إحنا ممكن فعلا نشيل حديد. طيب معانا اتصال، أستاذ محي اتفضل. ألو، السلام عليكم، إزيك؟ عليكم السلام، اتفضل حضرتك. منورة. ميرسي جدا، ربنا يخليك. أنا بس عزيت على الكمون، يعني وصفة الكمون. ايوه على الكمون. اوكي هقول لك وصفه ليها. ايوه حاضر يا فندم، ميرسي قوي لاتصالك. الكمون يا جماعه نقدر نستخدمه مع الجنزبيل عشان يعلونا الحرق في الجسم، ده غير كمان ان انا زي ما قلت لكم الكمون فوائده عظيمه قد ايه. فيتامين اي ممكن نستخدمه، كمون، جنزبيل، العسل عشان نحلي بيه، وليمون. المشروب ده ممكن نستخدمه مرتين في اليوم، مفيد قوي قوي، وان شاء الله استاذ محي هيعمل مفعول كويس جدا، وتشرفنا وتقول لنا عمل معاك ايه، وان شاء الله يكون عمل معاك مفعول كويس. طيب نرجع لموضوعنا تاني، ان احنا الرياضه مفيده قوي قوي في الصيام، بس قبل الفطار بساعه نقدر نتحرك زياده نعلي معدل الحرق عندنا، وبعد الفطار ممكن نعمل تمارين المقاومة اللي هي نشيل حديد. ومعنا اتصال تاني ونقول الو. استاذ خالد السلام عليكم، اتفضل حضرتك. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. والله يا فندم احنا عايزين نسال بس عن الحاجة المفيدة اللي هي مفيدة على الريق، هل الكمون مفيد على الريق؟ هل مثلا الثوم مفيد على الريق؟ هل البصل مفيد على الريق؟ هل مثلا الحاجات المفيدة اللي في البيت يا فندم؟ اوكي يا فندم حاضر. احنا ممكن نجيب كوبايه ميه. قبل ما اتكلم عايزه اشكر حضرتك على التصرف، ميرسي قوي. ممكن نجيب كوبايه ميه تكون فيها ميه مش مغليه، لا ميه دافيه، نحط معلقه عسل عليها ونص ليمونه واشربها على الريق، ان شاء الله هيعمل معاك يعني مفعول كويس، غير كمان ان هي بتنقي البشره، بتنقي السموم اللي في الدم كلها، وبتعمل معاك طاقه عاليه لبقيه الجسم. نرجع لموضوعنا تاني. دلوقتي انا على جالي الفطار اعمل ايه؟ احنا اول ما بنقعد على الفطار بيبقى متهيئ لنا ان احنا هناكل كل السفره دي. احنا اللي بيحصل احنا بناكل خشاف، نقوم نصلي نرجع تاني. ارجوكوا يا ريت اسمعوا كلامي في الموضوع ده بالذات. نبدا الاكل بتاعنا بطبق السلطه. اول ما بنبدا الاكل بطبق السلطه هناخد كل العناصر الغذائيه المفيده لينا، وكمان هنشبع لفتره طويله. فلما بنيجي على الطبق الرئيسي هتكون شهيتنا
أقل مما تتخيل. لو في شوربة ياريت، بس ياريت ما يكونش في الشوربة أو في السلطة بتاعتنا أي نوع من الجبن أو العيش، لأن احنا كده كده هنعوضه تاني في الصحون. ومعنا اتصال، مدام شيماء اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتورة مدام شيماء، ممكن توصل التلفزيون بعد إذن حضرتك؟ بس وجه صيدلية وعندي مدام شيماء يعني عندي بطن عشان والدة قيصرية ثلاث مرات وعاملة نظام صحي ما خفت عليه. شعرها تمام بسرعة وكمان داخل علينا رمضان وكده. وعايزة أعرف إيه النظام اللي هعمل عليه في رمضان؟ طيب أنا لسه بتكلم دلوقتي في النظام الصحي، تابعيني في الكلام اللي بقوله. وشكرا لاتصالك جدا جدا، وبتكلم فيه دلوقتي حالا، تابعيني. جالي الفطار، نبدأ بطبق السلطة وطبق الشرب، تمام. جينا بعد كده للطبق الرئيسي، الطبق الرئيسية عاملين رز، عاملين طبيخ، عاملين صواني زي ما بنشوف. طيب دلوقتي أنا لو هاخد قد ايه من كل حاجة، عاملين فراخ، عاملين لحم، عاملين سمك، هياخد قطعة من سمك او من الفراخ او من اللحم، تمام. بعد كده لو الفراخ او السمك، الفراخ او اللحمة بلاش السمك، مشويين، اقدر اخد 5 معالق رز. طيب لو مقلي، لو مقليين اقدر اخد 5 معالق رز، لو مشويين وده افيد واحسن اقدر اخد 7 معالق من الرز. ولو الاكل ياريت يكون معمول بكمية زيت بسيطة، هيبقى طعمه حلو وكل حاجة صدقوني، بس هيبقى صحي اكتر. طيب لو في صواني، لو في جلاش والمكرونة البشاميل والحاجات الكتير وبط وحاجات كتير، الحاجات دي نحاول نخليها في اخر الفطار. يعني انت كانت السلطة، نشرب الشوربة، ناخد البروتين بتاعنا فراخ، لحمة، سمك، رز، وكمان ناخد لو في طبيخ ناخد منه 5 معالق ل8 معالق نقدر ناخده. بس في حاجة، احنا الاكل بيبقى موجود يعني اطباق فيه كميات كبيرة قوي قوي، احنا ما ناخدش من كل طبق بكميات كبيرة، لا. احنا اول ما بنبدأ الفطار نجيب طبق لينا فاضي، ونحاول نحط من كل صنف لينا على قد ما هناكل، على قد ما انتم فاكرين ان انتم هتاكلوا، لان الوضع بعد يعني في الفطار بيبقى غير كده تماما، في اكل كتير بيتهدر بصراحه. بعد كده انا دلوقتي فطرت، في حطوا قدامي كل ما اشتهي من الحلويات. لو انا مش ماشي على نظام صحي او باكل براحتي، ممكن اخد قطعه حلويات بس ما كترش منها. الحلويات اللي فيها سكريات كتير مش كويسه خالص على اي حد، حتى لو انسان سليم. طيب انا ماشي على نظام صحي زي ما الاستاذه كانت بتتكلم، اعمل ايه؟ ما ناخدش حلويات ارجوكوا في رمضان. بس في حاجه عشان اكون يعني رحيمه شويه، ناخد الحلويات في يوم فري. في يوم فري في رمضان؟ ايوه في يوم فري في رمضان، يا ريت نخليه يوم الجمعه، نقدر ناخد فيه قطعه من الحلويات، قطعه كويسه من الحلويات، تمام، لو ماشيين على نظام صحي، علشان ما يتخزنش ميه تحت الجلد ارجوكوا. طيب انا عندي دلوقتي صليت العشاء، جعت، اكل ايه؟ في الشوكولاته الغامقه ممكن اخدها، دي مفيده وما فيهاش سعرات حراريه عاليه زي الشوكولاته اللي احنا متعودين عليها اللي هي باللبن. طيب الفشار ممكن اكل منه زي ما انا عايزه. في رمضان بقى حاولوا ان انتوا تقطعوا الفواكه والخضار قدامكم قطع. ليه؟ انت قدامك الفواكه والخضار متقطعه قطع، فعلى طول هتاكل الحاجه اللي هي جاهزه بالنسبه لك، لكن مش لسه هتقوم هتكسل على طول، ايدك هتروح رايحه طبق الحلويات اللي قريب منك وهتدب الدنيا والموضوع هيخرب خالص خالص. هنكمل كلامنا، بس معانا اتصال، مدام نجوى اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. مدام نجوى اتفضلي. السلام
السلام عليكم. عليكم السلام حضرتك. بقول لحضرتك يا دكتوره، انا عامله عمليه قلب مفتوح وعندي القلب، ومن كتر السويل انت عارفه في حاجات اسمها اللي هي الاولى سين دي واخدها، فتعبالي معدتي، عامله لي التهاب في معدتي جامد قوي، بقى لي داخله على 25 يوم وعامله لي التهاب في الاثنى عشره، مش عارفه اكل اي حاجه خالص. فممكن حضرتك تقولي لي اكل ايه اللي بيريح المعده؟ لان بحس ضربات قلبي لما باكل ضربات قلبي بتزيد وببقى تعبانه ومش قادره. حاضر يا فندم، هوضح لحضرتك. حاضر. بس بعد ما بعيد عن التلفزيون، معلش بعيد عن التلفزيون. حاضر من عملي، اتفضل. شكرا لاول اتصالك، هرد عليكي في كنترول ان شاء الله يكونوا خدوا الرقم بتاعك. ميرسي. طيب نرجع لكلامنا تاني. احنا قعدنا بعد العشاء جعانين، قلنا ناكل شوكولاته غامقه، فشار، نقطع فواكه وخضار قدامنا، نبعد عن الحلويات ولا كاننا شايفينها خالص. طيب جينا للسحور، وهي اهم وجبه انا ببقى مركزه عليها، علشان دي الوجبة اللي هتديني الطاقة وهتديني قدرة الاستحمال لطول اليوم للصيام. ايه هي اكتر حاجة عايزاها تكون متوافرة في السحور بتاعنا؟ الكربوهيدرات، العيش، عيش اسمر او عيش ابيض، اللي هي الدهون الكومبلكس، الدهون المعقدة. ليه بقى؟ علشان دي بتقعد في الجسم فترة اطول، يعني بمعنى ان هي بتقعد تتهدم فتره اطول بكتير كتير كتير، بمعنى ان انا طول ما الفتره دي بتطول، طول ما انا عندي الطاقه بتاعتي عاليه، طول ما بيزيد معدل الحرق، وكمان بشعر بالشبع لفتره طويله جدا. العيش مفيد قوي قوي، وكمان البروتينات مفيده جدا، زي البيض ممكن نستخدمه، عايزه اقول زي السلمون وزي اللحوم والفراخ برضو على فكره ممكن نستخدمهم في السحور، ونكتر من البروتينات عموما، لان البروتينات بتدينا شبع لفتره اطول بكتير قوي قوي. معانا استاذ سعيد، اتفضل حضرتك. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام. يا ريت حضرتك ممكن توصل التلفزيون، معلش بعد اذن حضرتك توصل التلفزيون بس. ما انا موطي على الاخر. طيب اتفضل حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه بقول انا وزني زاد عن 100 كيلو. 107. يعني توصيتك ليا ايه في الفترة دي؟ بحيث ان انا عايز اخس شوية ولو 10 كيلو ولا 12 كيلو في الفترة رمضان، اعمل ايه بقى بالظبط ان شاء الله؟ حاضر يا فندم، هرد على سؤال حضرتك. ميرسي لاتصالك. سؤال الاستاذ ان احنا ممكن نعمل علشان نقل في الوزن بسرعة وكمان بصوره صحيه في رمضان، ان احنا نستخدم نظام الصيام المتقطع. طب ينفع يا دكتور الصيام المتقطع في رمضان؟ ايوه ينفع. استنونا ان شاء الله في الحلقه الجايه هقول لحضرتك على النظام اللي حضرتك تمشي عليه، او سيب لي رقمك في الكنترول هكلم حضرتك ازاي تمشي على نظام يوم بيوم. طيب اتكلم بقيت في رمضان، زي ما قلت لكم في السحور البروتينات، الكربوهيدرات لازم تكون عالية، كربوهيدرات زي قلت لكم العيش يكون موجود، البيض، البقوليات عموما، بس يا ريت ما يكونش فيها زيت، ويا ريت تاني المرة التانية ولا التالتة مش فاكرة، بس يا ريت ما يكونش فيه سكريات، الحلويات عموما بلاش، على الأقل تكون موجودة في السحور، إن هي بتعمل مية تحت الجلد وبتزود في وزننا جامد جدا، واحنا بصراحه مش ناقصين، يعني حظر وشم النسيم ورمضان، واحنا مش ناقصين اي زياده وزن تاني خالص. طيب يا دكتور دلوقتي انا قاعده في البيت وعماله اكل اكل كتير جدا 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 في الفتره دي، اعمل ايه؟ واكل طبعا غير صحي، انا بتكلم لو اكل صحي فيا ريت، اكل بيعلي المناعه يا ريت، لكن اكل صحي لا. ازاي؟ ما تبقيش قاعدة في مكان حواليكي كل الأكل اللي مش صحي وتقولي أنا باكل أكل صحي. نحاول إن إحنا نبعد عننا، عارفة يعني اجتنبوا الشبهات، نبعد عننا أي أكل غير صحي وما ننزلش بنفسنا نشتريه. أقول لكم على قصة، واحدة نزلت قالت أنا هجيب شوكولاتاية صغيرة خالص يعني من السوبر ماركت اللي تحت. نزلت السوبر ماركت قالت إيه؟ طب انا اجيب علبه تقضيني الاسبوع كله،
تفكير. للأسف جابت العلبة قاعدة حطيتها جنبها، فضلت تاكل واحدة ورا التانية ورا التانية ومش واخدة بالها خالص من الكلام اللي هي كانت بتقول لنفسها علشان يعني تصبر نفسها وتقول انها مش هتاكل الكمية دي. بس دي بالظبط اللي بيحصل، ما نجيبش كل الاكل اللي بيزود الوزن جنبنا نحطه مثلا قاعدين نحط الاكل جنبنا، لا نبعد كل الاكلات اللي ممكن تزود وزننا ونقعد في مكان صحي. ايه مكان صحي؟ اكيد مش مستشفى. نقعد في مكان صحي بمعنى ان الخضار والفاكهة يكونوا متقطعين وموجودين قدامنا. الاكل اللي بيقوي المناعة نهتم بيه قوي 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 الفترة دي. طيب نكمل كلامنا وناخد مدام دعاء. اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. يا ريت تقفي بس في مكان فيه شبكه يا مدام دعاء بعد اذن حضرتك. مدام دعاء طب حاولي تسلمينا تاني حضرتك. نكمل موضوعنا اني انا ما اقعدش في مكان فيه اكل غير صحي وما انزلش بنفسي او يعني اضحك على نفسي واجيب اكل غير صحي. نقعد في اكل فيه يعني الاكل بتاعنا متقطع خضار فواكه المشروبات علشان حالة الذعر والقلق اللي احنا فيها دي نقدر ان احنا نشرب مشروبات تهدي من كل التوتر اللي احنا فيه. لسه قايلة من شوية البابونج الكامومايل بيهدي جدا ويهدي الأرق. اليانسون النعناع غير ان هما بيهدوا كمان بيهدوا المعدة جدا جدا. وخلي بالكم ان المعدة متصل يعني القولون متصل جدا بالجهاز العصبي. يعني اي عصبية على طول بطني يعني انت بتزعل جسمك بيزعلك اكتر للأسف. فنحاول ان احنا نقلل اي قلق واي عصبية. ناكل اكل مفيد احنا قاعدين في بيوتنا. الحمد لله الحمد لله. يعني الموضوع مش ان احنا نروح نقعد في مستشفى، لا احنا قاعدين في بيوتنا في وسط اهلنا وسط اهلنا. فان احنا نشرب مشروبات سخنة تغلي المنطقة دي خالص وتنقيها وتعمل لها وقاية من الكورونا واي فيروس. بقى احنا عندنا فيروسات ما شاء الله، عندنا البرد مثلا اللي بيجي لنا في الشهر 3-4 مرات، ما ده كل ده بسبب قله المناعه. طول ما احنا قاعدين في البيت نعلي في المناعه بتاعتنا. طب نقف عند المناعه ونكلم محمود. اتفضل يا محمود. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ممكن تقول التلفزيون؟ عندي ضغط. عندك الضغط تمام؟ واقي واقي. اوكي تمام. بس يعني الصيام يعني ايه من حاجة؟ هرد عليك. حاضر. شكرا يا فندم. الضغط الواطي انت ممكن تظبط الضغط بتاعك بمشروب حلو جدا موجود، مشروب الدوم. ضغط عادي ضغط واطي تشرب مشروب الدوم هيظبط الضغط خالص. وبالنسبة للصيام هتاخد وقت زي ما قلت ان انت تتعود على ان جسمك ما يدخلوش مية او اكل لفترة، بس صدقني بعد كده مش هيبقى فيه مشاكل. بيقولوا في الصيام ان الصيام بيقلل المناعة، الكلام ده مش موجود خالص. بيقولوا ان هو ممكن يعني يعمل اي اضرار. الصيام احنا كده كده بنصوم، احنا مش عارفين ده فرض، احنا مش عارفين دي فوائد ولا لا، بس فوائد الصيام عظيمة جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيعمل تشيك اب يعني بيعمل صيانة على جسمنا كل سنة. متخيلين؟ أيوة بيعمل صيانة على كل جزء من جسمنا، مش بس مناعة، بقول لكم كل جزء. الصيام بيقي من أمراض السرطانات، كمان بيعلي المناعة. عايزة أقول لكم إن دايما عشان يعني يجي لكم مناعة من أي مرض يقول لكم خدوا المصل خدوا الفاكسين، لا يعني طبعا تاخدوه، بس الصيام تاني أكتر حاجة بتعلي المناعة بعد المصل أو الفاكسين. فالصيام مفيد جدا مفيد جدا، غير إن هو فرض ده بيعمل صيانة لكل جزء من جسمنا. طيب أتكلم إزاي أقدر إني أنا أنظم الاكل بتاعي وما اكلش كميات رهيبه. القلق والتوتر بيخلينا ناكل بكميات رهيبه، ده بنسميه ايه؟ بنسميه ايموشنال ايتينج. زعلانين بناكل،
فرحانين بناكل، قلقانين بناكل. ده على فكرة يعني مش المصريين بس، ده أي حد بني آدم طبيعي كده. اللي احنا نعمله نهدي نفسنا، نعلي في المناعة تاني. وقلت لكم النهاردة المشروبات اللي تقدر ان احنا تعلي في المناعة، وموجودة على فكرة كل الأعشاب دي موجودة في المطبخ بتاعكم قريب منكم، مش محتاجين تنزلوا تشتروا حاجات واميولو سبلمنت وحاجات بقى من الصيدليات، لا خالص، حاجات موجودة في المطبخ عندنا. طيب بالنسبة لان ازاي اقدر برضو اني ازود في المناعة بتاعتي وانا قاعد في البيت، عارفين فيتامين دي؟ فيتامين دي انا باخده من الشمس. طيب انا اقدر اخده من ايه تاني؟ انا اقدر اخده من السلمون ومن البيض. طب يا دكتور انا اعرف ازاي ان عندي نقص في فيتامين دي؟ انا قاعد في البيت فترة طويلة جدا جدا. طبعا دلوقتي في العادي احنا كنا بنروح نحلل نشوف فيتامين دي يعني قليل عندنا ولا لا، لو قليل طبعا بنروح لدكتور وبناخد الحبه اللي هي بتبقى الحبوب الوقائيه الاسبوعيه، كل يعني بنقعد عليها 4 شهور دي لو ما عندناش الفيتامين دي قليل قوي قوي قوي. طيب استاذه دعاء رجعتنا تاني، اتفضلي يا فندم. اتفضلي معاكي. لو سمحتي يا دكتورة، أنا كنت عاملة دايت من شهر 12 تمام؟ تمام. وكان وزني 100 كيلو. تمام. دلوقتي خسيت بقيت 77.5 كيلو. حلو جدا إن شاء الله. طب كنت ماشية مع نفسي كده، حاسة إن أنا كنت يعني مش دايت بقلل في الأكل وخلاص، مع العلم يعني إن أنا برضع. يعني كنت ماشية لوحدك من غير دايت نظام. دلوقتي يا فندم مع العلم إن أنا كنت برضع. تمام. فأنا دلوقتي داخلة على إن أنا بعد رمضان إن شاء الله ابني، وخسيت وخايفة يعني أنا أي مشاهد إنها تتفتح، خايفة فندم أزيد تاني ومش عارفة أعمل إيه. تمام يا دعاء معاكي. أوكي هقولك، ميرسي لاتصالك حبيبتي. اللي خايفة تزيد تاني ده كنت لسه بتكلم فيه، إن إحنا ما نحاولش ناكل كل الأكل اللي فيه دهون، ونظبط مواعيد أكلنا. هقولك يا دعاء، انت عندك المفروض تتغدي الساعة 5، هتتغدي الساعة 5، اوعي تخلي الموضوع كده ان انت تاكلي في اي وقت، لا، حطي مواعيد لاكلك ونظمي اكلك زي ما قلت، تجيبي الطبق وتحطي كميات انت حاسباها بنفسك، او انت يعني انا مش عايز، انا مش مع ناس اللي تقعد تحسب قوي، انت بعينك انت بتبقي حاسبه قد ايه، تقدري تحسبي وتحطي في الطبق بتاعك وتنظمي المواعيد بتاعه اكلك، وكمان نحاول ما نحطش دهون في الاكل بتاعنا. ولو عايزه اي نظام غذائي تمشي عليه كلميني تاني في الكنترول، هكتب لك على نظام غذائي تمشي عليه. دعاء طيب. ناخد اتصال تاني. دنيا اتفضلي يا فندم. دنيا اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام يا دنيا، اتفضلي. ازيك يا دكتورة؟ عاملة الحمد لله بخير. عاملة ايه؟ الحمد لله. يا دنيا بس ممكن توطي صوت التلفزيون معلش؟ القولون. تمام تمام. ألف سلامة عليك يا حبيبتي. سؤالك حبيبتي ايه؟ تمام حبيبتي، ألف سلامة. ألو. أيوة معاكي حبيبتي، كملي، عندك القولون، ايه سؤالك طيب؟ اقدر افيدك بايه معاكي؟ والله والمشروبات اللي حضرتك بتقوليها، المشروبات اللي حضرتك بتقوليها طبعا النعناع والحاجات اللي هي دي كلها دي طبعا بتزيد التعب يعني. لا 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 ثواني، النعناع بالعسل يعني لو حضرتك تنصحيني هقول لك على مشروبات كويسه جدا، انا في مشروبات قلتها مفيده جدا جدا للقولون. حاضر يا حبيبتي اقول لك. شكرا لاتصالك. النعناع بالعسل ده اهم عشب اقدر قولون ان هو يقلل الوجع خالص، النعناع واليانسون والكامومايل اللي هو البابونج، دول اهم 3 اعشاب درستهم، اهم 3 اعشاب اقدر ان انا اهدي بيه القولون خالص خالص. طبعا الاعشاب حاجه والضغط النفسي والعصبي حاجه تانية، اوعي تعصبي يعني، مش هقولك اوعي، حاولي تقللي يعني عصبيتك جدا جدا، لان ده طبعا
القولون بيبقى عصبي. ونحاول كمان ما ناكلش حاجات يعني فيها دهون عالية، لأن طبعا ده برضو بيعمل لود أو ضغط على القولون عالي جدا. نبعد عن حاجات الدسمة، نبعد عن التوتر والعصبية، نشرب نعناع على قد ما تقدري تمام، وتجيبيه اللي هو الطبيعي اللي هو ما تجيبيش باكت، يعني جيبي الورق بتاع النعناع واعمليه في البيت، حلو قوي قوي قوي. طيب نتكلم نكمل بقيه الكلام بتاعنا، هو ان ازاي اقدر اوقي نفسي وان انا ابعد ان انا ازيد في الوزن اكتر. كنا بنتكلم عن فيتامين دي. فيتامين دي اقدر اخده من الشمس، اقدر اخده من السلمون، من البيض. طيب لو حسينا باكتئاب اقدر اكتئاب وكمان ودهون متركزه في البطن، الاثنين دول ده مؤشر ان انا عندي نقص في فيتامين دي. طيب لازم يكون يعني فيتامين دي عندنا اساسي، ارجوكم تخلي بالكم. فيتامين سي موجود عندنا في البرتقال، في الليمون، في اليوسفندي، في الجوافه، وفي الجوافه بالذات عالي جدا جدا، نقدر نستخدمه الايام دي على قد ما تقدر. طيب حاجه كمان اللي نقدر اتكلم فيه الفيتامين بي 6. فيتامين بي 6 موجود في شوربة الفراخ، نقدر نستخدم شوربة الفراخ علشان نعلي المناعة بتاعتنا. طبعا دي كله طبعا اول ما بيجيله برد، لا مش عايز شوربة فراخ. طلع ان الموضوع قديم جدا واجدادنا بيعملوا لنا شوربة الفراخ دي علشان مفيدة قوي قوي في زيادة المناعة بتاعتنا. يا ريت نكتر منها بالذات لو عندنا اي برد ولا اي حاجه. طيب عايزين نتكلم كمان ازاي اقدر ما اكلش زي ما في الايام اللي احنا فيها دي. نحاول على قد ما نقدر نشرب مشروبات زي ما قلت لكم كتير، ناكل اكل مفيد صحي كتير جدا، فواكه خضار. طيب لو جينا نتكلم على حاجه اسمها الصيام المتقطع. طب معانا اسامه، اتفضل. اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا دكتور. هو انا بس كنت عايز استفسر، هو انا دلوقتي لما باجي اكل بحس ان انا ماليش نفس للاكل، يعني انا ممكن اكل وجبه واحده في اليوم. فانا عايز حل الموضوع ده. تمام يا اسامه، تمام، شكرا، ميرسي اول اتصالك. مشكلتك هنا ان انت ممكن تكون بتقعد في الشغل فتره طويله جدا وتيجي مره واحده تاكل. انا عايزاك تحاول الصبح ان انت تفطر اي حاجه. اكيد اكيد مشكلتك ان انت مش بتفطر. انا عايزاك تفطر اي حاجه. الفطار بيساعد ان انت تبقى عاوز يعني ليك قابليه للاكل. طبعا هو بيقعد كتير فتره، يعني من ساعه ساعتين مش هتاكل، بس بعد كده هتلاقي عندك فتحيتك، الشهيه اتفتحت. فارجوك واظب على الفطار بتاعك، وتحاول ان هو يكون فيه زي مثلا الشوفان، زي الفواكه، عصير ليمون، كل الحاجات دي مفيده جدا في الفطار، ويعني تعلي الشهيه بتاعتنا شويه. بلاش نتطرق خالص لادويه سد الشهيه او فتح الشهيه، لان بصراحه اضرارها اكتر من منافعها بكتير. وانا مش عايزه افيد حد وفي نفس الوقت اضره باضرار، يعني بيدخل على الدماغ، على النيرف سيستم اللي هو الجهاز العصبي، وانا مش عايزه اتطرق للحاجات دي خالص. فيا ريت نبعد تماما عن الادويه اللي موجوده في السوق، غير طبعا لو اخصائي تغذيه يعني اضطر ان هو يقول لكم على الدواء من ده، فهو اكيد هيكون موثق، مش اي حاجه وخلاص. ارجو اكون فدتكم. بصراحه الوقت عدى معاكم بسرعه قوي، ميرسي قوي، استنوني في حلقات تانية. مع السلامه.